Welcome to my videos. ازيكم يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ معلش انا غيبت عليكم شويه في الفيديو عشان كانت في شويه مشاغل كده في الشغل وكده، بس ان شاء الله هرجع على طول. انا دايما بقول الكلام ده في الفيديوهات بس بطول. في الفيديو ده هتكلمكم عن بيوت انجلترا من جوه. ده مش بيتي، ده بيت واحد اعرفه، واحد صاحبي توفاه الله، بس احنا كنا بنساعده عشان يظبط البيت بتاعه والكلام ده. البيت بقى اللي ورايا ده 8 مليون جنيه استرليني. البيت عباره عن كان خراب الاول، بس صاحبي ظبطه من جوه، يعني صرف عليه مبالغ، بس واخد الكارد من البنك وفي نفس الوقت بيسدد البنك كل شهر. فهناخد جوه جوله بسيطه كده بالكاميرا واشرح لكم ازاي البيت او ازاي النظام الانجليزي عامل ازاي من جوه. يلا بينا. البيت من جوه، يلا بقى نتكلم عن البيت من جوه عامل ازاي. طبعا ده عشان مطبخ انجليزي، تلاقيه مفتوح على غرفة المعيشة اللي ورايا دي بالظبط. تيجي من بره، ده من بره كده تخش على المطبخ على طول. وطبعا عشان الترابيزة بتاعت العشاء والغدا هناك دي قريبة، فده التصميم، يعني بيحاول هو يصمم المطبخ يكون قريب من الاوض اللي هيكون فيها الضيوف وكده، عشان برضو ما يكونش فيه دربكه كتيره وكده. فده هو النظام الانجليزي. زي ما انتم شايفين البوتاجاز منفصل في النص، وطبعا مدخنه لتنقيه الهواء فوق البوتاجاز، وده هو البوتاجاز نفسه مدفون. الثلاجه تفتحها تكون مستخبية او من ضمن المطبخ او جزء من المطبخ، يعني ما تشوفش اللي انت او ما تكونش اللي هي تلاجة، يعني انت ما تعرفش التلاجة فين بالظبط الا لما تفتحها بالظبط. هنا الستورج او بالمعنى كده الفلاحي، المكان اللي بيخزنه فيه كل السبايسز والازايز اللي بيستخدموها في الطبخ والكلام ده. تفتح الباب تروح طالع معاك تاخد اللي انت عايزه من غير ما تدور وانت عايز تعمل ايه والكلام ده. زي ما انتوا شايفين في الفريم هي دي، تقفلها تروح هي اصلا داخله جوه زي ما انتوا شايفين في الفريم. ده نظام. هنا الفرن بيبقى مبني في جوه المطبخ نفسه او جوه الخشب نفسه، يعني مفيش ان انت مثلا توطي والكلام ده والفرن في مكان تاني، لا، المكان بيبقى في نفس المطبخ. عندك طبعا الادراج والكلام ده كله، دي بس هي شغاله دلوقتي، مش عارف انت سامعنا في الفريم ولا لا. دي غساله الاطباق برضو كجزء من المطبخ. فده انا سالتها الموضوع ده كلف كام، قالت لي 20,000 جنيه استرليني عشان التجهيزات دي كلها تجهز. طبعا لسه حتى اللون ما كملش. ده جهاز تدفئه زي نظام كده بيسموه راديتا او جهاز تدفئه، عشان تفهم احنا عايشين في بريطانيا هنا والجو على الاخر. فده هو المطبخ الانجليزي. يا رب يكون عجبكم. فانا اخدت طبعا اذن منها. طبعا انت بتبقى تغسل مواعين او بتعمل اي حاجه هنا، الشباك قدامها وال تطبخ. اوريكم المنظر ازاي وهي بتطبخ. ده هو البوتاجاز تمام، وهي بتطبخ في الحله والكلام ده، وقدامها الجنينه الشباك زي ما انتم شايفين. الشباك بره طبعا الجنينه، وده هو النظام الانجليزي، يعني حاجة تفتح النفس صراحة. يعني ده هو المطبخ من ورايا ده كله، بسم الله ما شاء الله. يعني طبعا هي يعني تكلفتها بحوالي 20,000، بس انا تقريبا مع المصاريف اللي كنت بتكلم مع جوزها قال لي هو دخل في حوالي 35، لان هو اخد كارد عشان يظبط الالوانات ويظبط الارضية، لان الارضية دي جديدة برضو. فتقريبا هو الموضوع كله دخل في 35,000 استرليني، بس هو صراحة يعني يستاهل. يعني مطبخ شايفين حاجة أسطورية. البيت بقى كله تمنه 1 مليون جنيه استرليني.
لو هي عايزه تبيعه مليون جنيه. طبعا الترابيزه طبعا انت بتطلع من المطبخ من هنا تخش على اوضه الجلوس، مش الجلوس سوري، السفره هنا. طبعا عشان تملك بيت زي دوت لازم يكون دخلك عالي جدا جدا جدا، لان البيت من ده زي ما قلت يكلف حوالي مليون جنيه استرليني. فاغلبيه الناس اللي بتشتري بيوت هنا بتشتري عن طريق الرهن العقاري اللي هو بيسموه المورجج. بتدفع مقدم تقريبا 10% من قيمه البيت، وكل شهر بتدفع للبنك اللي انت واخد منه كارد عشان تسدد البيت ده مبلغ محدد بيكون متحدد في البنك. فطبعا بيت بالحجم ده وبال زي ما انتم شايفين في الفيديو اكيد هيكون في كل شهر مش اقل من 5000 10000 عشان تسدد البيت ده للبنك. وطبعا صاحب البيت عامل ابجريد او عامل شويه توضيبات، من ضمن التوضيبات دي المطبخ اللي هنا، فده بيكلف طبعا زي ما قلت لكم. زي ما انتم شايفين في الفريم البيت من جوه، حتى البيت من هنا شكله مش بطال يعني. هنا نظام البيوت الانجليزي لما بتيجي من بره، لما بتيجي من بره من هنا بتخش على اوضه الجلوس. هوريكم كمان الكراسي اللي هو اشتراها، الكراسي اللي هو اشتراها دي ثمنها 2000 جنيه استرليني، كرسيين بس. هوريكم في اللقطة اللي بعد اللي انا هتكلم عليها هوريكم الكرسي شكله عامل ازاي ابو 2000 جنيه استرليني ده. فطبعا انت بتخش من هنا تلاقي اوضه الجلوس، طبعا اوضه السفره زي ما انتم شايفين اللي هي بتدخل على المطبخ، بس اهم حاجه اللي هي تخش على السلم اللي هو بيطلعك على الدور الاول، بس هنتكلم عن الموضوع بعدين. تيجي هنا تخش على الجواكت، الجزم اللي انت عايزه اللي انت جاي من بره، تقلع. وبعد كده هنا الحمام، الحمام الانجليزي ده حمام بيكون لل جيست اللي هم الناس مثلا جاي يزورك الكلام ده. غير كده انت ما بتستعملش الحمام ده الا ممكن لو انت تستعمله مثلا عشان انت عايز تستعمله كده. بس ده الحمام. طبعا نخش على المطبخ. وده هو الدور اللي تحت. عندك بقى هنا غرفة الغسيل. الغسيل ليه غرفة لوحدها. انتوا شايفين الغسالة والكلام ده، يعني اوضة الغسيل لوحدها مش من ضمن المطبخ او من ضمن غرفة المعيشة والكلام ده. ده بيبقى ليه حاجة واحدة. تيجي هنا تطلع بره يدخلك على ثواني. كمان 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 هاوية. دخلك على الجراج. وده هو الجراج. جراجين.
الجراج الأول والجراج التاني. عشان تمتلك بيت في بريطانيا هنا مش صعب، لازم يكون عندك مؤهلات معينة، يعني لازم تكون موثوق من ناحية البنك، لأن مفيش حد هنا أو أغلبية الناس هنا بتاخد كارد من البنك رهن عقاري عشان يشتروا بيوت. وعشان تشتري بيت لازم تكون معاك 10% من مقدم البيت، ده شيء أساسي عشان تدفعه للبنك، وبالتالي البنك هيديك الكارد أو الرهن العقاري عشان تشتري البيت من الشركة اللي أنت هتشتريه، سواء البيت كان بيت قديم أو بيت جديد وأنت هتشتريه وكده. فأغلبية الشعب البريطاني بيعتمد حياته بالإيجار، يعني مش فئة كبيرة جدا اللي هم بيملكوا بيوت هنا في بريطانيا، أغلبية الشعب البريطاني بيأجر البيوت وكده. وأغلبية الناس الأغنياء عندهم أكتر من بيت، يعني في ناس هنا بتاخد نظام الإيجار ده نظام بيزنس، يعني بيشتروا البيت وبيأجروه، بيشتري البيت وبيأجره، لأن الإيجار هنا في زي ما اتكلمت في الفيديو القديم أو آخر فيديو ليا لما كنت بتمشى، الإيجارات هنا عالية جدا طبعا على حسب المنطقة اللي أنت ساكن فيها. الإيجار بيبدأ من 500 جنيه للأوضة طبعا وأنت طالع، يعني وعلى حسب المدينة. لندن الأوضة ممكن تكلفك 2000 جنيه في الشهر، فبيت زي ده عشان تأجره مش أقل من 2000 أو 1500 في الشهر إيجار. فما بالك بقى أنت عايز تشتري البيت ده أو عايز تملكه، وطبعا لازم يكون عندك وظيفة كويسة ودخل كويس عشان تقدر تشتري بيت كهكذا. من الناحية التانية بقى في حاجة اسمها council houses، اللي هي البيوت اللي تابعة لمجلس المدينة، اللي هي بتديها للناس اللي عندهم ولاد كتير أو عندهم إعاقة. فالبيت ده بيبقى فري أو بيبقى من غير فلوس، بتاخده كده من مجلس المدينة وتدفع مجرد رمزي كده في الشهر، او ما بتدفعش حاجه خالص، ده غير ان الحكومه كمان بتدي لك فلوس. يعني في ناس بتشقى وبتتعب عشان تأجر بيت او حتى تملك بيت، وفي ناس عايشه حياتها هنا سداح مداح ما بيدفعوش ولا مليم. يعني امبارح كنت قاعد مع مدير المدرسه، فطبعا عشان مدير المدرسه تقبل الطلبه لازم في طلبه في مدرسه خاصه للاولاد اللي هم ما بيتعلموش في المدارس العاديه، لازم يعملوا كشف، مش كشف حساب يعني، فعشان الولد قابل في المدرسة لازم يكون يقدموا له، الحكومة تقدم له مبلغ معين كل شهر بما يعادل 1000 أو 1600 اللي هو للراس الواحدة. فتخيلوا بقى. ده كان فيديو صغير النهاردة، وإن شاء الله هقابلكم في فيديوهات كتيرة. ولو عجبكم فيديو سم لايك وشير، ولو مش مشترك في القناة اشترك في القناة. سلام.